بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه وعلى آله. أخواتي المواطنات، إخواني المواطنين، يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا داخل الوطن وخارجه بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركة والهناء. نحمد الله أن وفقنا لصيام رمضان وقيامه، ونسأله أن نكون ممن كتب لهم الرحمة والمغفرة. إخواني أخواتي، حري بنا أن ننوه بما شاهدناه من تضامن وأعمال خيرية في كل ربوع الوطن وعند جاليتنا في الخارج خلال هذا الشهر الفضيل، مما يشكل سندا للدولة في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته. أتمنى أن تكون تسهيلات التنقل التي أقرتها الدولة لفائدة جاليتنا في الخارج قد ساهمت في لم العائلة الجزائرية. يجب أن لا ينسينا احتفالنا بعيد الفطر المبارك معاناة إخواننا في فلسطين المحتلة وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، أمام مرأى العالم وصمته، وحالة الفرقة والاحتراب التي طالت أشقاءنا في السودان، مجددين دعوتنا لهم بضرورة تغليب لغة العقل والمصلحة العليا للوطن للحفاظ على أمتنا العربية والإسلامية. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر أبية شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.